اي معك. الو، يلا على بركة الله ونبدأ أول مكالمة. على بركة الله، بسم الله. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا. والله لا بخير، لا باس، راني عاد وحشكم والسلام. الله يسلمك، الله يسلمك. ايوا اخويا، عال شغال وصافي. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. كي انت مزيان؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ ابراهيم من اكادير. مرحبا بك سيدي ابراهيم. 38 سنة. شنو الاسم ديال اخي ابراهيم؟ الاسم ديالها مريم. شحال السن ديالها وفين ساكنة؟ ساكنة في طنجة. واخا، شحال نتوما على علاقة سي ابراهيم؟ ثلاث ايام باش عرفتيها، وثلاث ايام كتشوفها كافية باش دير لها التيست تجربها؟ لا، واش كتقول لك انت اللي كاين؟ ياك يعني كتواصلوا هذا لا، واش تلاقيتي معاها ولا باقي؟ لا لا لا، مازال ما تلاقيت معاها. مازال. واخا، اعطيني الرقم ديالها السي ابراهيم. زيرو قيد زيد زيد. شحال؟ الو، السلام عليكم اختي مريم. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ عواشر مباركه. بالصحه والعافيه، كل شيء بخير، العائله، الخوت، الوالدين، كل شيء تمام الحمد لله. مريم 24 سنه، من طنجه، معك سعيد خربوش من برنامج اهداءات الليل. راك معنا على المباشر مريم، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك اختي مريم، شكرا لحسن الاستقبال والروح المرحه باش استقبلتينا مريم. الله يكبر بك مريم. مريم، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت مريم؟ ماشي بزاف ولو زوينين اختي مريم. ما كرهتيش مفاجأة زوينة اختي مريم؟ عندنا لك مفاجأة اكيد غادي تعجبك، لان ما يمكنش مفاجأة بحال هذه ما تعجبكش اختي مريم. على العموم، شارك معنا واحد الشخص في البرنامج ديالنا اختي مريم. البرنامج ديالنا اللي هو سؤال وجواب، واحد الشخص اللي شارك معنا هو اللي عطانا الرقم ديالك والاسم ديالك باش نتصلوا بك اختي مريم، وللاشاره بانه شارك معنا في المسابقه اللي عندنا في البرنامج وربح معنا واحد الهديه اللي هي بسيطه، وللاسف الهديه ما كيديهاش الفائز، كيفرض عليه قانون البرنامج يهديها للطرف الثاني ديالو كيكون كاين له شي حاجه في حياته. هذا الشخص هذا ما اختار الا الاسم ديالك اختي مريم. انا غادي ندوزو لك. اوكي، الو استاذ، باقي معنا؟ وي، الصوت ديال مريم هو هذا؟ وي هو هذا، الله يخليها لك اخويا. على العموم اختي مريم، هذا الشخص هذا كياكد لنا بانه كتربطك به علاقه من مده هذه اختي مريم، كتلاقاو مره عايشين الحب والحياة السعيدة، هادشي اللي قال اختي مريم. ويطلع معنا على المباشر، قال لك مريم هي اللي تقدر تستحق هاد الهدية هادي اختي مريم. انا غادي ندوزو ليك باش يقول لك شي حاجة زوينة على المباشر في نفس الوقت. وي استاذ، اوكي، عرفتيها مريم كنظن، شكون واقيلا ياك؟ والله ودي مريم حبيبك، شكون غيكون؟ الله اكبر. اختي مريم الله يهديك، السيد كيأكد لينا والحب والحياة السعيدة، وان شاء الله علاش لا، كيأكد بعد خصوصا هذه العلاقة، كيأكد عليها بأن علاقة قوية بزاف، وانت كتقول ما عندكش حبيبك، ما فهمتش. شي شخص مريم كيعني لك شي حاجة في حياتك؟
ما علينا، الشخص اللي معانا دابا هو هذا، هو معانا كيقول مريم هي اللي تقدر تستحق هذه الهدية هذه، وفي نفس الوقت انا غنهضر معاها على المباشر ونقول لها مريم كنبغيك بزاف. ما مطلوب منك والو، شكون اللي جا في بالك يكون مريم؟ هو هذاك مريم، مالك مخلوعة؟ هو هذاك. احنا فقط شي حد كيعني لك شي حاجه في حياتك عزيز على قلبك كتبغيه بزاف؟ لا، لان هو هذاك ياكد لنا بانك حتى انت كتبادلوا نفس الحب. اه، قلنا شكون اللي جا في بالك يكون هذا الشخص هذا؟ تفضل. لا لا اختي، لا، ما من عائلتك ما والو، ما قلناش من عائلتك. نعم اختي مريم. لا لا لا، ماشي من العائلة، هذاك يقول حبيبك، وبيناتكم علاقة حب اختي مريم، علاقة حب، ماشي شي علاقة عادية، ولا هذا كيأكد على انها علاقة زوينة بزاف. هو بغى يفاجئك، هو في جميع الاحوال، هو جميع في شوف شوف انتي كيفاش فسرتيها. هو باغي يفاجئك وطلع معانا على المباشر، بغى يقول لك كنبغيك بزاف، وفي نفس الوقت الهديه قال لك من غير مريم ما تقدر، ما كاينش اللي يستحق هذه الهديه، ولكن انتي فسرتيها هكاك، شنو غادي نديروا لك؟ هو هذاك، ومالك مخلوعه؟ ايوب هو اللي معانا. تفضل يا سي ايوب، قول لي شنو كيعني لك ايوب؟ بزاف الحوايج. تفضل ايوب. مرحبا خويا سعيد، اه هي معاك، هي معاك. بارك الله عليك ودي لاله مريم. ايوب هي كنسولك كنقول لك واش ما عندك حد، كتقول لي لا لا ما كاين حتى واحد في البلاصه. يلا باي باي، طلع الله يغرفك. شكرا، الله يرحم والديك. شكرا اخويا سعيد. شي كلمه لمريم، شي كلمة لمريم، اش من كلمة اللي غنقول لها؟ شي كلمة يلا. باقي شي كلمة؟ قالت هي، قالت ايوب. خويا سعيد شكرا، الله يحفظك، الله يسهل عليك. تحياتي لك يا سي ابراهيم، الله يحفظك خويا سعيد. تحياتي لك اختي مريم.